حياكم الله مشاهدينا الكرام من رافدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام. نرصد في هذه الحلقة أبرز ما كتب في الصحف العراقية والعربية والعالمية بعد أهم العناوين. البداية من العرب اللندنية، محاسبة قتلة المتظاهرين في العراق تلاحق موظفي الدولة وتتحاشى الميليشيات. عنونت العربي الجديد: العراق الكاظم يشرك أجهزة أمنية حساسة في لجنة التحقيق بقضايا الفساد. من موقع الهيئة نت نقرأ: السلطات الحكومية تمنع نحو 220 عائلة نازحة من العودة إلى ديارها في الأنبار. في الزمان نطالع: العراق على شفا كارثة صحية بعد تسجيل أكثر من 5000 إصابة بكورونا. اخترنا لكم من الشرق الأوسط: الطاقة الذرية، مخزون إيران من اليورانيوم يتجاوز 10 مرات الحد المتفق عليه. في حين عنونت القدس العربي: ترامب، الولايات المتحدة لم ترى أي دليل حتى الآن على تسميم نافالني. وأخيرا عنوان اندبندنت عربية: منظمة الصحة تستبعد إتاحة لقاحات لكورونا على نطاق واسع قبل منتصف عام 2021. تزامنا مع اليوم العالمي للمغيبين قسريا ودعوة الأمم المتحدة الحكومة العراقية إلى تجديد الجهود للتحقيق في حالات الإخفاء القسري في العراق، وعد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بمتابعة ملف المغيبين قسرا بشكل جدي. فارس الخطاب ذكر في صحيفة العربي الجديد أنه من الغريب أن الكاظمي لم يتحرك على قضية تمس أمن المواطن وقوته وصحته إلا بعد أن يثير هذه القضية الإعلام أو بعثة الأمم المتحدة في العراق أو مواقع التواصل الاجتماعي. يفيد واقع الحال في العراق بوضوح بعدم تحقيق أي تغير أو تطور في الحالة العامة للشعب العراقي، سواء تعلق الأمر بملف المغيبين أو الصحة أو التعليم أو الفساد. فمن غير اللائق أن ينتظر رئيس الوزراء اليوم العالمي للمغيبين قسراً ليتحدث عن وعود وتعهدات بمعالجة هذا الملف، خصوصاً وأن أعداد المغيبين غير خاضعة لبيانات حقيقية، فالجهات الرسمية تضع أرقاماً تعدها بالعشرات، فيما تذكر وثائق رسمية وثبوتية مسجلة لدى مفوضية حقوق الإنسان أن عدد المغيبين يصل إلى 12,000. تدعو وعود الكاظمي من يسمعها إلى التفاؤل ربما في مستقبل أفضل للعراقيين، لكن هناك من يتحداه في تحقيقها فيما يخص مساحات التمكن الأمني والتعبوي لميليشيات بعينها في مناطق عديدة، منها على سبيل المثال منطقة جرف الصخر. ملف المغيبين معقد جداً، بدأ بقوة خلال فترة توزير بيان جبر صولاغ للداخلية 2005، ثم ازداد انتشاراً حتى بلغ ذروته مع فترة الحرب على تنظيم داعش، حيث استغلت الميليشيات هذه الحرب غطاءً لاستهداف الشباب، إما قتلاً أو تغييباً لأسباب وصفها الكاظمي ذاته بأنها طائفية. ولعله يعلم جيداً أن هناك شهادات لشهود وفيديوهات وثقت حالات الاعتقال وأدلة كثيرة تدين جهات بعينها في ارتكاب هذه الجريمة المشينة. الكاتب رأى أن الأمر يحتاج إلى أفعال تؤكده، وتجارب القادة والتاريخ تؤكد أن من يمتلك الإرادة لابد له من أن يوظف معه من يرى النور في نهاية الأنفاق المظلمة من خلال هذه الإرادة، لا من خلال ممارسات تبطل قوة الخطوات ومتانتها في طريق التغيير عبر زيارة مقر الحشد الشعبي وتقديم فروض يفترض أن تقدمها قيادة هذا الحشد له،
ولا من خلال زيارة لقادة الميليشيات في مجالسهم أو مقارهم ليسوغ لهم خطواته في طريق التغيير. في أثناء زيارته الولايات المتحدة، أعلن رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي مشروع الشام الجديد. وبعد عودته من واشنطن بأقل من 24 ساعة، رتب الاجتماع الأبرز بين دول المشروع العراق والأردن ومصر في العاصمة الأردنية عمان. ذكر جاسم الشمري في موقع عربي 21 أن مشروع الشام الجديد غير واضح المعالم والأهداف، ولا يتفق مع الواقع العراقي غير المستقر أمنيا وسياسيا وشعبيا. المشروع ليس جديدا، حيث سبق لرئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي أن طرحه قبل بضع سنوات. ولاحقا أطلقت الدول الثلاث آلية للتعاون بدأت من القاهرة في آذار مارس 2019. مشروع الشام الجديد يهدف إلى ربط العراق ومصر عبر الأردن، ويركز على التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدان الثلاثة في خطة ستكون تدفقات رأس المال فيها أكثر حرية، وتكون نسخة مصغرة عن الاتحاد الأوروبي. لا شك أن المشروع مهم وحيوي، لكن حينما يكون العراق هو الدولة المقترحة للمشروع، فهذا يجبرنا على وضع عشرات علامات الاستفهام والتعجب. ذلك لأن حكومة الكاظمي لم تثبت حتى الآن قدرتها على بسط هيبة الدولة والقانون، وبعض الميليشيات حتى الساعة تتحدى الدولة وتطلق الصواريخ بشكل شبه مستمر على مطار بغداد والمنطقة الخضراء. فكيف يمكن في ضوء هذا الواقع الهش سياسيا وأمنيا أن ترتب مثل هكذا مشروع بحاجة إلى أمن واستقرار واضحين؟ ثم كيف يمكن لحكومة بغداد أن تضبط مسار أنبوب النفط الذي سيمتد من البصرة حتى الحدود الأردنية ولأكثر من 1200 كيلومتر؟ وهذا الأنبوب هو جوهر المشروع، وغالبية المدن التي سيمر عبرها لا تمتلك الدولة سيطرة تامة عليها. وتساءل الكاتب عن الغايات الدقيقة لهذا المشروع، وهل فعلا يراد منه إخراج العراق من الحضن الإيراني وإعادته إلى الواحة العربية؟ أم أن للمشروع جملة من الأهداف والغايات السياسية والاستراتيجية الكبيرة الأخرى؟ وربما سنرى بعض مقدمات هذه الأهداف مع سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أقل من شهرين. عن طريق زيارة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى بغداد، تحاول فرنسا مجدداً إيجاد موطئ قدم لها في العراق. تحاول الاستفادة من عوامل عدة ذات طابع إقليمي ومن وجود مصطفى الكاظمي في موقع رئيس الوزراء. خير الله قال في صحيفة العرب اللندنية إنه ليس معروفاً إلى أي مدى يمكن أن ينجح ماكرون في مهمته العراقية. انتقل الرئيس مانويل ماكرون من بيروت إلى بغداد بعدما نجح في إجبار المسؤولين في لبنان على السير في طريق تشكيل حكومة جديدة برئاسة مصطفى أديب، الذي هبط بقدرة قادر وبشكل مفاجئ على موقع رئيس مجلس الوزراء. ليس سراً أن هناك فارقاً كبيراً بين لبنان والعراق، لكن الأكيد أن هناك نقاط التقاء بين البلدين. لعل نقطة الالتقاء الأهم تتمثل في أطماع إيران في العراق ولبنان اللذين تفصل الأرض السورية بينهما. ما الذي يمكن لرئيس فرنسا عمله في مجال مساعدة مصطفى الكاظمي في مواجهة التحديات التي تواجه العراق؟ باختصار شديد، تكمن مشكلة فرنسا في أنها تمتلك المشاريع الخاصة بالعراق، لكنها لا تمتلك القدرة على تمويل هذه المشاريع. فرنسا ليست في وضع مالي مريح، كذلك العراق الذي يمكن اعتباره بلداً مفلساً بعدما بددت الحكومات الموالية لإيران منذ العام 2006
كل الأموال التي دخلت الخزينة في مرحلة كان فيها سعر برميل النفط مرتفعاً. تقدر هذه الأموال بمئات مليارات الدولارات. تمتلك فرنسا كل النيات الحسنة، لكن السؤال، هل تمتلك الوسائل التي تسمح لها بتحويل هذه النيات إلى واقع؟ بما في ذلك التعاطي مع السياسات الخطرة لإيران ومشروعها التوسعي. وبحسب الكاتب فإنه سيكون صعباً على فرنسا إيجاد مكان لها في العراق في ظل التجاذبات الأمريكية الإيرانية، وخصوصاً أن النظام الإيراني يلعب ورقة مستقبله في العراق. حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو المسؤولين والمنظومة السياسية الفاسدة في لبنان بأنه لم يعد ممكناً أن يستمر الوضع كما كان سابقاً، مؤكداً أنه يجب المشاركة في الإصلاح فوراً. راجح الخوري ذكر في صحيفة الشرق الأوسط أن هذا الكلام وأكثر منه قسوة وأشد سخونة كان المسؤولون في بيروت قد سمعوه تكراراً من ماكرو في أثناء زيارته الثانية إلى بيروت. وصل ماكرون عملياً وكأنه يحمل في يده اليمنى جزرة تتعهد بإمكان الحصول على الدعم والمساعدات، لكنه حمل في اليسرى عصاً غليظة لم يتوانى عن التلويح بها تكراراً، عندما حذر المسؤولين من أنهم إن لم ينخرطوا فوراً في التغيير العميق وفي تنفيذ الإصلاحات الجادة فإنهم سيتعرضون إلى مروحة من العقوبات المؤلمة. كان واضحاً أن رسائل التحذير هذه وصلت إلى بيروت قبل ماكرون، سواء عبر الصحافة الفرنسية وعبر التقارير الدبلوماسية التي دفعت نواباً للاتصال بمصادرهم في باريس مستفسرين عن مدى جدية ما نشر عن لوائح اسمية لمسؤولين من رأس الهرم ونزولاً، وأنهم قد يتعرضون لعقوبات قاسية، ففهموا أن الأمر جاد وأن هناك تعاوناً فرنسياً أمريكياً في هذا السياق. كان مفاجئاً أن يتم تكليف أديب فوراً بتشكيل الحكومة الجديدة بأكثرية 70 صوتاً، رغم أن هناك كثيرين من النواب لا يعرفونه، لكن بدا واضحاً أنها بداية ثمار الضغوط الفرنسية الأمريكية المتفق عليها. ماكرون وصف الحكومة الجديدة بأنها يجب أن تكون حكومة المهمة، بما يعني أنها ستشكل لتنفيذ مهمة محددة، وهو ما عمل الرئيس الفرنسي على التحضير له في محادثاته مع المسؤولين في بعبدة ومع السياسيين في السفارة الفرنسية. وأضاف الكاتب أنه إذا كانت حكومة المهمة تعني أنها لمرحلة انتقالية، فإن العودة إلى صناديق الاقتراع قد تطوي الصفحة السياسية السوداء، لكن مسألة سلاح ميليشيا حزب الله قد تجعل هذه المهمة مستحيلة بانتظار الانتخابات الأمريكية ونتائجها على العلاقات مع إيران. ذكر موقع ذا هيل الأمريكي أن السياسة الأمريكية تجاه السودان لا تزال محكومة بمدة الرئيس السابق عمر البشير، ولكن بمنع وقوع كارثة يجب على واشنطن أن تصيغ سياسة جديدة وتنتقل إلى مرحلة جديدة ترتكز على عدة عوامل. أضاف الموقع في مقال لهيرمان كوهين أن الانتعاش الاقتصادي في السودان يجب أن يكون على رأس الأولويات في السياسة الخارجية لواشنطن. الموقع يقول إن المعاناة في السودان تفاقمت مع تردد الولايات المتحدة في إنهاء العقوبات، خاصة مع تفشي وباء كورونا، مشيراً إلى معاناة البلاد من البطالة الواسعة والديون الخارجية والتضخم وقلة الاستثمارات. وحذر الموقع من أن عشرات الآلاف من المحتجين سيعودون إلى شوارع الخرطوم وينقلبون بسهولة على إدارة عبد الله حمدوك إذا لم تبتعد البلاد عن حافة الكارثة القادمة. ودعا الموقع وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن تطلب من الكونغرس على الفور إزالة السودان من القائمة السوداء للدول الراعية للإرهاب، والتي تحظر فعلياً جميع المساعدات من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وكشف الموقع أن وزير الخارجية مايك بومبيو قد اقترح الانتظار حتى تقوم الحكومة السودانية التي تعاني من ضائقة مالية بدفع 335 مليون دولار لعائلات تفجيرات السفارة عام 1998، ولكن الموقع أكد بأن المزيد من التأخير سيرقى إلى معاقبة السودانيين على أفعال دكتاتور أطاحوا به. ويرى الموقع أن أمريكا يجب أن تكون شريكاً أساسياً في المساعدات للسودان، كما اقترح أن تعمل الولايات المتحدة على مشاركة الخبرات الطبية والتكنولوجيا مع السودان على المدى القصير للمساعدة في مكافحة كورونا والمساعدة على سد فجوة الغذاء على المدى الطويل. وأضاف الموقع الأمريكي أن السودان يملك إمكانيات هائلة للزراعة والطاقة الشمسية، ولكن بددت جميع الثروات في السنوات السابقة بسبب حكم العسكر، وأن مساعدته ملحة للغاية لأن السودان نفسه قد يساعد على إطعام البشر بما في ذلك الشعب الأمريكي. تملك أفريقيا 60% من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم، ومع التغير المناخ قد تصبح دول هذه القارة ولا سيما السودان بمنزلة سلة خبز للعالم. نشر صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تقريرا للكاتب فيليب بامب يسلط الضوء فيه على محاولات الرئيس دونالد ترامب وقف الانحدار الكبير في نتائج الاستطلاعات لصالح غريمه الديمقراطي جو بايدن. وذكرت الصحيفة أن ترامب أمضى الأسبوع الماضي في محاولة استخدام منصبه في هذا الإطار، فضلا عن حشد الحزب الجمهوري موكبا من الشخصيات للحديث عن ضرورة التجديد للرئيس في شهر تشرين الثاني نوفمبر المقبل وللتحذير من جو بايدن. الصحيفة قامت بحساب متوسط الاستطلاعات مباشرة قبل مؤتمري الحزبين، وكان بايدن في المقدمة بنسبة 51% مقابل 42% لترامب، وبقيت النسبة على حالها بعد ذلك رغم الحشد الجمهوري الكبير. ويجب ألا يكون مفاجئاً أن الأرقام لم تتغير، فالسباق كان ساكناً إلى حد ملفت للنظر. ولكن لماذا لم تنجح تأكيدات ترامب المتكررة بأن بايدن سيقود الولايات المتحدة نحو الانهيار؟ وتجيب الصحيفة بالإشارة إلى أن استطلاعات الرأي توفر فهماً لما يجري، وبشكل عام يتفوق بايدن على ترامب بثمان نقاط، فالمستطلعة آراؤهم يظنون أنه أفضل في التعامل مع عدد من القضايا مثل الاقتصاد وجائحة فيروس كورونا. ولكن ماذا يحصل عندما تقارن هذه الأرقام مع ما يقول الأمريكيون إنها أمور تثير قلقهم فعلاً؟ يظهر فعلياً أن الجائحة الفيروسية والعنصرية أكثر ما يقلق الأمريكيين، ثم يأتي الاقتصاد بالمرتبة التالية وهو الذي كان يحتل الصدارة حتى مطلع العام الجاري. جوهر مشكلة ترامب تكمن في أن الجائحة تستمر في كونها مصدر قلق أكبر بين الأمريكيين، ويرى غالبيتهم أن تعامل الإدارة الجمهورية معها أقل من المطلوب، كما أن تركيز ترامب على الجريمة لم يفشل بتجاوز قلق الناس من الفيروس وحسب، بل وأصبح أداة غير فعالة في الجدال. وذكر الصحيفة أن قبضة الرئيس ترامب تبقى قوية على الناخبين الجمهوريين، وهو ما تعهده منذ تنصيبه. إذا ظهر استطلاع للرأي قامت به جامعة سفولك مع صحيفة USA Today أن 30% من المستطلعة آراؤهم يظنون أن البلد يسير بالاتجاه الصحيح، ولكن تلك النسبة ترتفع في أوساط الجمهوريين إلى 60%. خطرت في بال صاحب مطعم للسوشي في وسط اليابان فكرة لإنعاش الطلب الذي تضرر من جائحة فيروس كورونا المستجد، وهي أن يرسل الطلبات إلى المنازل لزبائنه مع لاعبي كمال الأجسام. نعم، مع لاعبي كمال الأجسام. فقد ذكر صحيفة الاتحاد الإماراتية أن ماسونوري سوجيورا كبير الطهاة في مطعم ميمازوشي أطلق على الخدمة اسم
خدمة توصيل مفتولة العضلات. ووظف سجورا أصدقائه الذين كانوا يعملون في مركز للياقة البدنية في العمل لتوصيل طلبات مطعمه، إذ أصبحوا عاطلين في أثناء الجائحة. والشرط الوحيد ليأتي طلبك محمولا بعضلات مفتولة هو أن يتخطى سعر الطلب 7000 ين ياباني، أي ما يعادل 66 دولارا. قد حظيت هذه الفكرة بإعجاب كبير على موقع تويتر. تلقى سيوجورا ما يصل إلى 10 طلبات في اليوم للخدمة، بما يعني أن عائداته الشهرية ستصل إلى نحو 1.5 مليون ين ياباني. ونبقى الآن مشاهدينا الكرام مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتورية. بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم. غدا بإذن الله تعالى صدى أقلام جديد من الرافدين، في رعاية الله.